اللي هيخلينا بقى نروح ليه دلوقتي برضو البطولات العالمية، وبنتكلم عن 36 بقى ميدالية حصاد الدرجات في البطولة يا كريم العربية المقامة حاليا، وحاجة أعتقد محترمة جدا، لأن ده إنجاز للاعبي بجد، يعني بنتكلم هنا إنجاز كبير جدا للاعبي منتخب الدرجات يا كريم، اللي توجوا ب 36 ميدالية خلال منافسات البطولة العربية اللي أقيمت بمضمار استاد القاهرة. والميداليات كانت تحديدا كده 17 ميدالية ذهبية، 11 فضية، 8 برونزيات، وتوج المنتخب بالمركز الأول في البطولة اللي شارك فيها 120 لاعب ولاعبة من 9 دول، حاجة أعتقد مشرفة جدا. منتخب الإمارات كمان كان في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية، السعودية المركز الثالث برصيد 25، ومنتخب المغرب كان المركز الرابع برصيد 16 ميدالية. فأنا تاني هقول، أنت بتستضيف بطولات دولية على أرضك بتتم بشكل محترم جدا تنظيميا وعلى كل الأصعدة، تالت حاجة بتفوز بيها، ف يعني إيه تاني عايزينه؟ يعني هي دي النقطة، إن أنت كمان بتنظم بطولات دولية وبتفوز بالمركز الأول وبميداليات ذهبية، يعني أعتقد ده شيء محترم جدا يسعدنا كلنا، فمبروك علينا، إنجاز رياضي جديد بيضاف أكيد لإنجازات مصر في الرياضات المختلفة، حاجة أكيد كلنا يعني المفروض نبقى فرحانين. أكيد.